لم تكن تفكر نزهة يوماً أنها ستتردد على فضاء دار الابتسامة بمدينة مكناس لولا الحادث الذي عاشته ابنتها ذات الاثنى عشر ربيعاً. هند تعرضت لاغتصاب داخل بيتها المتواجد بمدينة الخميسات من طرف شخصين. الاغتصاب نتج عنه حمل، والابنة انتقلت للعيش في هذا الفضاء بعد الواقعة. شي جميل؟ شي شخص عندك بيجي اتصاب؟ لا. وهذا الصباح تواصلتي على طريق الهاتف وعاد جيتي؟ مشيتي عند الجندارمية؟ هو عنده الكراج ديال الطولي ولا المهم داكشي ديال الطوموبيلات كيصبغو حدانا في البيت فيه شكارية، انا خدام هو سمعتي. انا كنخرج مع ديك الخمسة الصباح 4:30 ديال الصباح نمشي للخدمة، حقاش انا خدامة غير موقف، مشيتش عندي شي خدمة اللي موظفه ولا شي حاجه، خدامه غير موقف. انا كنخرج هو كيدق عليها كيدخل عندها فهمتي، ضحك عليها الاخر عاود العساس د البومبا كيخليني انا تيحضيني انا فاش كنجي. المهم كيستغلها كيشوفها بوحدها كيعيط لها كيقول لها جيت غسلي لما عنو كيشدها. وهذه هي الحاله اللي وقعت فيها بنتي. هذه مرة بالليل، مرة أخرى كنت في النهار، ميمكنش. عقلت يا غير مرة واحدة، شحال مرات؟ محسبتيهمش، أنا عارفك محسبتيهمش، غير شحال مرة تقريبا؟ كل مرة. كل مرة. يعني متعدد. هي طفلة مستفيدة في المركب، غنتحفظ على الاسم في هذه المرحلة نظرا للخصوصية ديال البنت ديال أن المستفيدة قاصر. جات المركب يوم 3 دجنبر 2014 مرافقة من طرف الوالدة ديالها نظرا للوضعية ديال الاغتصاب اللي كانت تعرضت لها. البنت هي قاصر مواليد 2002، جات في وضعية حمل للأسف الشديد، ماشي غير اغتصاب. الاغتصاب كنظن أنه متعدد وهذا كيبقى الرأي القضاء ماشي ديالنا حنا كجهة كتحتوي البنت وكتستفد من الإيواء فيه فقط، وفي الخدمات ديال الخدمات النفسية والصحية وكذلك حتى المتابعة والمرافقة في المجال ديال القضائي. رفعت الأم دعوى قضائية ضد المتهمين، غير أن ابتدائية مدينة مكناس أخلت سبيلهما بكفالة مالية. اليوم نرافق نزهة وابنتها الضحية دنيا إلى المحكمة، هي الجلسة الثالثة من نوعها في مسيرة البحث عن الإنصاف التي انطلقت منذ نوفمبر 2014. شهر 5 عاد عندكم المقابلة، وإلا تفكات البنت قبل الشهر تعلمونا بلي كاين. صافي هادشي اللي كاين. ما سمع لك انتي؟ لا لا، خلينا من مورانا، هما ما عرفش غيدير معاهم. صافي حنا قالينا سيروا بحالاتكم. واش كتمناي فهاد؟ كنتمنى يكون زعما شي حاجة من مور هادشي وصافي. ما المشكل ديال البنت راه ما بقاش عاد غادي نرد لها شي حاجة، ولا البنت ضاعت دابا، ضاعت لا من قرايتها لا من أي حاجة ضاعت. في انتظار أن تضع الطفلة مولودها حتى يتسنى إجراء عملية ثبوت النسب، تعود نزهة من حيث أتت وأملها أن تنصفها العدالة.